كل لاعبي كرة القدم في العالم يتباهون باللي يمتلكونه من مهارات وإمكانيات تخليهم يتفوقون على منافسيهم في مباريات كرة القدم. بس في بعض الأوقات أجواء المنافسة تنتقل بين اللاعبين إلى ساحات منافسة أخرى مثل اقتناء السيارات. ونشر موقع سوكر البرتغالي تقرير مطول عن أغلى 10 سيارات يمتلكها لاعبي كرة القدم في العالم، وجاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد على رأس هالقائمة بسيارته فيراري اللي سعرها 2 مليون استرليني. أما في المركز الثاني فجاء الحاج ضيوف بسيارة مرسيدس ماكلارين وسعرها 420 ألف استرليني. ديفيد بيكهام تصدر المركز الثالث بسيارة الرولز رايز وسعرها 350 ألف استرليني. أما في المركز الرابع فكانت من نصيب النجم مارتينيز بسيارة لامبورغيني قيمتها 250 ألف استرليني. المركز الخامس أيضا ذهب إلى إنجلترا مع اللاعب فرانك لامبارد بسيارة فيراري 612 وسعرها 197 ألف استرليني. أما المركز السادس فذهبت إلى اللاعب جيرمان بينانت بسيارة كروم أستون وسعرها 170 ألف استرليني. المركز السابع كان من نصيب وين روني وسيارته أستون مارتن بسعر 150 ألف استرليني. المركز الثامن راح للعاجي ديدي دروغبا بسيارة مرسيدس اس ال وسعرها 147 ألف استرليني. المركز التاسع كان من نصيب الأعجوبة ميسي وسيارته فيراري وسعرها 138 ألف استرليني. أما في المركز العاشر فكانت من نصيب لويس ناني وسيارته لامبورغيني وسعرها 137 ألف استرليني. بالنهاية كريستيانو تصدر بالسيارات، لكن شكله ميسي حيبقى متصدر بالكورة.